ايمن يونس، كابتن ايمن يونس، نجم نادي الزمالك ونجم واحد رموز طبعا الكره المصريه في الفتره السابقه، واعتقد انه يمكن مسام طه منصور يكون في الفتره اللي جايه موجود في على احد المواقع، انه يكون في تكليف لكابتن ايمن يونس برئاسه لجنه للكره في الفتره اللي جايه، او تكليفه بتكوين لجنه للكره في الفتره القادمه. هنعرف هذا الموضوع مع كابتن ايمن يونس ونشوف الدور القادم لكابتن ايمن يونس داخل نادي الزمالك هيكون ايه. كابتن ايمن مساء الخير. كابتن اشرف، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه، كله تمام؟ يعني انا طبعا يعني بحييك، انا متابع والله، كنت جزء كبير قوي من البرنامج، ويعني ونوها طبعا عملت ميد كول كتيره وانا قاعد اتفرج عليك. ربنا يخليك كابتن ايمن. اضطريت ارد طبعا، يعني انها بتزعل لو ما حدش رد عليك. بشكرك يا كابتن ايمن، ربنا يخليك، الامر لله. يعني تخليني اخد في حضرتك في البدايه، بعيدا عن نادي الزمالك شويه، عايز اخد راي حضرتك في المنتخب الاولمبي واسباب الفشل، خاصه ان عندنا موضوع النهارده الحقيقه كابتن ايمن بنناقشه، او قضيه معينه اعتقد انها احد العوامل او الاسباب اللي ادت في النهايه انه ممكن هذا الجيل من اللاعبين يكون عنده بعض الاخفاقات والفشل في الفتره اللي جايه، واللي بنحاول مع طبعا نجومنا زي حضرتك ومع الاعلام الفتره اللي جايه ان يكون في تسليط للضوء على هذه النقطه تحديدا، وهي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. حضرتك شايف انها ممكن تكون احد الاسباب اللي اثرت واخذت شويه من تركيز اللاعبين سواء في الانديه او في المنتخبات، خاصه ان هذا الجيل شويه جديد على الشهره والنجوميه دي؟ والله انا عايز اتفق معاك، بس مش عايزين نكبر المواضيع. يعني احنا عارفين ان جهاز المنتخب الاولمبي مثلا في راجل اداري محترف كابتن ايمن حافظ، اكيد بيلم كل الموبايلات وبيلم الايباد ويلم كل حاجه، ما حدش يعني دي حاجات بتتعمل اصبحت تقليديه جدا. فمش عايزين نقول ان في كان تسيب، لا لا، ده في نظام وفي انضباط وفي كل حاجه، لكن احنا حصل لنا فشل. تمام، الفشل وارد في كرة القدم، لو مقبول في كرة القدم لو كنت عملت مجهودك والتوفيق من عدمه ما كانش لصالحك. يعني لعيبة تعبت وأدت واجتهدت وفي حظ في الكورة، انت عارف ان الحظ جزء من تركيبة لعبة كرة القدم. ده صحيح، لكن احنا زعلنا ان ما كانش فيه جدية من اللعيبة. ظهر لعيبة الجماعية كانت مفتقدة، اللعيبة كلها لعبوا بأداء فردي بحت. ممكن احنا النقد لازم يكون مصحوب بدلائل. يعني ما ينفعش ان احنا ننقد لمجرد ان احنا بننقد. يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم كده وخلاص، زي ما انا شايف في حمل على ولادنا بتوع المنتخب الاولمبي اللي هم نواه المنتخب الاول، اللي هم كمان لعيبه مميزه جدا. قلنا الاخفاق وارد، لكن ازاي نتعامل مع الاخفاق؟ معانا مدرب محترم حسام البدري، هو حد يقدر يقول على حسام البدري غير مدرب كبير محترم صاحب خبرات؟ لا الحقيقه ما حدش يقدر يقول كده طبعا. طبعا هو معقوله الناس اللي طلعت اللي كانت بتمجد في الكابتن حسام تطلع تشوه فيه لمجرد الاخفاق؟ الاخفاق وجع المصريين، لان احنا عايزين نتنقل من مرحله ثانيه ونرجع كبار افريقيا زي ما كنا. ده صحيح يا كابتن ايمن، بس انا لكن لازم نتعامل من اخفاقاتنا. يعني انا اسف ان انا خرجت بره الموضوع. السلبيات يا كابتن ايمن، السلبيات، يعني السلبيات لازم نقف عليها. السلبيات واضحه. انت عندك جيل فيه لعيبه مميزه جدا، تمام، لكن اللعيبه دي زي البلالين، انت نفختها زياده عن اللزوم. فحولتهم من لعيبه السوبر ستارز وهم لم ينضجوا بعد، لم يكتملوا بعد. ده صحيح. فعشان ازاي تتعامل مع الوضع ده والموقف ده؟ وانا عارف ان الكابتن حسام بدري حتى قال لو كان في ايدي كنت عايز استبعد كتير من اللعيبه، لكن الوقت كان ضيق عليا. يبقى عشان اتفق مع حضرتك وامشي معاك واحده واحده، حضرتك شايف ان كان في دور للاعلام في هذا الموضوع، في طبعا يعني الاعلام والصحافه والمحللين، تمام، ان هم ساعدوا على ان المنتخب ما ياخدش حقيقته، في اللعيبه راحوا منفوخين، ادائهم كان فيه غرور، ادائهم كان فيه تكبر، في الملعب كان دايما وحش، المعالجات حتى البدنيه او الفنيه او النفسيه من الكابتن حسام البدري كانت ضيقه عليه، لان انت بتلعب كل يومين ماتش في الوقت كان ضيق عليه، وان هو يشيل لعيبه قد يكون اخطا في حاجات، لكن في احيانا كمان الخطا بيبقى اضطراري لبعض المديرين الفنيين نتيجه ظروف، لكن في لعيبه مستواها كان وحش جدا. مش معقوله كمان حظك الوحش يا كابتن حسام البدري ان يطلع خمس ست لعيبه مستواهم وحش في كل ماتش، وهو اللي بيعتمد عليه يعني دي المجموعه ودي المجموعه اللي بيعتمد عليها بشكل رئيسي، ودي المجموعه اللي بتعتمد عليها. يعني مش معقوله يعني دايما اي كوتش في الدنيا بيكون في دماغه ان في لعيب او اتنين في الملعب بيبقوا غير موفقين.
لكن الراجل برضو ايه الحظ الوحش ده؟ 6-7 لعيبه دايما غير موفقين في الملعب، اخطاء ساذجه، فرديات مبالغ فيها. يعني قد نحاسب الكابتن حسام، وبرضو ما نقدرش نعاتبه ان احنا مش عارفين الظروف على جماعيه الاداء اللي كانوا مفتقد فيها. لكن الكابتن حسام بدري اكيد كان عايز يكسب، واكيد كان بيفكر في التشكيل المثالي، واكيد كان عايز يوصل لاعلى حاجه، وكان عايز يوصل للاولمبياد. لكن طيب، هل بقى استفدنا من الموضوع؟ هل لما رجع الكابتن حسام هل في اجتماعات مع اللجنه الفنيه المفروض يعني في اتحاد الكوره؟ هي لسه مؤجله، لسه مؤجله كابتن ايمن، يعني نتيجه الارهاق، ويعني كل شويه كابتن حماده المصري كابتن حسام البدري بيأجله شويه بسبب نتيجه الارهاق، ويمكن نفسيا ومعنويا شويه مش قادرين لسه يعني يدونا التقرير النهائي عن البطوله دي. ولكن انا عايز نقفل الموضوع، خلينا طيب نقفل الموضوع ده. طيب، معانا لعيبه محترمه، لعيبه هنعتمد عليها في المستقبل، عايزين نتعامل معاها من منطقه الاخفاق، ان احنا نحولهم لمنطقه ثانيه، وان هم يكونوا خدوا درس عمرهم، لان احنا عايزين منهم نوصل كاس العالم، وعايزين نوصل الامم الافريقيه، وفي 4-5 من الفرقه دي بيلعبوا في المنتخب الاول. فخلينا نحول ازاي الاخفاق ده لدرس كبير ليهم، ونحول الاخفاق ده لعمليه تشالنج او تحدي جديده، يعني اقصد تمام ليهم. اتمنى هو ده بقى نضوج الاعلام ونضوج الصحافه ونضوج الاعلاميين، ان احنا ازاي نحول ونعمل مردود ايجابي من حاجه سلبيه. ومعانا كمان حسام البدري، لا مدرب كبير غضب عن كل اللي طلعوا شوهوا فيه، وحسام البدري مدرب محترم غضب عن كل اللي شككوا في امكانياته. لكن عايزين نسمع الحقيقه، مش هتعرف تسمعها كابتن اشرف غير من كابتن حسام البدري. والله كابتن ايمن انا لسه كنت، يمكن لو حضرتك متابعنا كنت لسه بقول ان احنا مش عايزين عند كل ازمه او كل اخفاق نخلص على الجيل ده، سواء جيل لاعبين او جيل مدربين، ويبقى دي الشماعه اللي دايما بنعلق عليها. لعيب كوره محترم بس احنا، الله يخليك يا كابتن ايمن بشكرك طبعا، ولكن يا كابتن ايمن لازم يكون الحقيقه للانديه كمان دور مع اللاعبين، لانه هذا الجيل من الشباب الحقيقه لسه ما عندوش الخبره، ومواقع التواصل الاجتماعي اثرت بشكل كبير عليهم الفترات اللي فاتت، وبالتالي لازم لابد يكون في دور للانديه المصريه مع لاعبتها مع الجهاز الفني منتخب مصر. يمكن حضرتك امبارح كابتن اسامه نبيه مدرب العام منتخب مصر كان معانا بيقول ان هذا الجيل جيل محترم، واحنا محتاجينه الفتره اللي جايه، وبالتالي فعلا مش عايزين نبتدي طول الوقت نخلص عليهم، ولكن في دور ليهم وكابتن اسامه ومستر كوبر الفتره الجايه، ولجان الانديه او رؤساء الانديه او اعضاء مجلس اداره الانديه المصريه ليها دور الفتره الجايه كمان مع هؤلاء اللاعبين بالتاكيد. يعني طبعا واتحاد الكره ليه دور اكبر ان هو يلم الموضوع وان يوضح الصوره وان هو يساعد ويحفز. انا شايف الموضوع عايز عقل، مش عايز الاسلوب بتاعنا العنيف اللي احنا عايزينه. يعني انا بشكرك طبعا على الكلام ده كابتن ايمن، واتمنى ان شاء الله انه يعني الناس تكون بتسمعنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، ويكون الاعلام ليه دور هادف ان شاء الله الفتره الجايه مع هذا الجيل، لانه هذا الجيل زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو نواه منتخب مصر ان شاء الله الفتره القادمه، واللي محتاجينهم بالفعل ان شاء الله في تصفيات امم افريقيا وتصفيات كاس عالم. اروح مع حضرتك لنادي الزمالك بقى، ويعني الانتظار وجماهير نادي الزمالك منتظره بشغف شويه ماركوس باكيتا، وهيقدر يعمل ايه ان شاء الله الفتره الجايه مع نادي الزمالك. ما خدتش راي حضرتك في المدير الفني، دي نقطة، وهل هيكون، يمكن بعض المواقع كاتبة النهاردة ان حضرتك هتتولى يعني تكوين لجنة كده لإدارة الكرة في نادي الزمالك الفترة اللي جاية؟ لا مفيش لجنة كرة ولا حاجة. ده بنفكر، كنا مع المستشار مرتضى منصور، يعني إدارة كرة، إدارة كرة، يعني هو المستشار مرتضى منصور عايز نادي الزمالك يصل لأعلى مستويات الاحتراف. تمام. فهو بيفكر في شركة الكرة وإدارة الكرة، وبيفكر بصوتها معالي مع اولاد النادي. تمام. واعتقد يعني ان الاجواء مناسبه قوي لنادي الزمالك ان هو يوضب بيته للسنين اللي جايه كلها. ده صحيح، خاصه انه ابتدى الخطوات دي من السنه اللي فاتت تقريبا او الموسم اللي فات الحقيقه. مظبوط. فيعني انا اعتقد وبنتمنى، وهو حتى المستشار مرتضى طلب تصور كامل للمرحله اللي جايه باشكال والكلام ده كله، وانا وكان معايا طبعا الكابتن اسماعيل يوسف، وكان معايا الكابتن حازم امام، وكان معايا الكابتن خالد الغندور في اخر اجتماع، وكان معانا الزملكاوي الاصيل الاستاذ عمرو الجنايني. تمام. فكانت مجموعه واتكلمنا بصوت عالي كلنا لصالح النادي حبا في النادي. يعني هيكون في شركه اداره الكره في لا لسه، يعني لسه الموضوع لسه هياخد ابعاد، يعني لسه وقته. يعني بس بنكتبه الاول، هنحط التصور، مش عايز اسبق الاحداث وخليها كل حاجه في وقتها. ما انا بطلع معاك على طول هقول لك كل حاجه ان شاء الله. بس ده تفكير جيد يا كابتن ايمن انك تبتدي من دلوقتي تشتغل، فان شاء الله يعني اعتقد ده هيكون خطوه ايجابيه جدا لنادي الزمالك الفتره القادمه ان شاء الله. ده فعلا ان شاء الله. راي حضرتك في ماركوس باكيتا اخيرا، معلش انا طولت على حضرتك. لا ماركوس باكيتا اعتقد هو انسب اللي تعرضوا على نادي الزمالك من حيث الشخصيه ومن حيث النتائج ومن حيث
الفكر ومن حيث اللغة ومن حيث الطباع يعني. وسألنا عليه كتير وتفرجنا على ماتشاته كتير وهو نتمنى له التوفيق أصل يعني يعني بالراحة إن ممكن تجيب أعظم مدربين العالم وما توفقش وممكن تجيب مدرب عنده شيء من الحظ يوفق ده كورة وإنت تفهم كلامي كويس ده صحيح يا كابتن طبعا. أنت مورينيو مثلا ما بينجحش مع ريال مدريد وبينجح مع تشيلسي أنشيلوتي رجح مع الميلان وما نجحش مع ريال مدريد يعني عالم الكورة هو يعني مانويل جوزيه مثلا أهم واحد في تاريخ النادي الأهلي هو مستر هيديكوتي ما نجحش غير في النادي الأهلي في حاجات كده في الدنيا بيبقى لها ترتيبات نتمنى التوفيق للراجل هو مدرب كويس قوي سوبر كوتش كمان ومدرب ملقب بمدرب يعني او حاصد البطولات لكن التوفيق ده جزء مهم جدا ده اكيد انت بتشتغل صح والتوفيق وعدمه دي حاجه بتاعت ربنا طبعا بس ليها عوامل كمان وانا اعتقد ان الكابتن اسماعيل يوسف عليه دور مهم قوي المرحله الجايه لما شمل الفريق واظهار الفريق قدام مستر باكيتا بالشكل اللائق ويديله التقارير المضبوطه بحيث ان الراجل يكون صوره سريعه لكن انت عايز تتكلم فعليا الراجل قدامه من 3 أسابيع لشهر عشان يقدر يتاقلم مع الفرقه ويتاقلم مع اسمائهم ومع طرق لعبهم عشان الناس برضو فاكره ان مستر باكيتا ده هينزل من اول اسبوع هيبقى هو صاحب المسؤول في الملعب لكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت كابتن اسماعيل يوسف والجهاز الفني المعاون هيكون ليهم دور في كابتن اسماعيل يوسف ومعاه الكابتن تامي الشيشيني في تقليل الوقت ده ومعاه كابتن طارق مصطفى ومعاه كابتن ايمن طاهر وكابتن مدحت عبد الهادي اعتقد كل دي عناصر ليها دور المرحله الجايه مع مستر باكيتا ان شاء الله كابتن ايمن انا بشكرك جدا وبشكرك على التوضيح وتمنياتي دايما بالتوفيق لحضرتك ان شاء الله في القادم باذن الله